من 75 درهم بحال اللي شاري له الطاكوس الخاو. حاولي كي ياكل 30 درهم ديال العلف النار 80 درهم ديال الفاصه راه 100 ولا حاولي يساوي على بنادم الخاو. الدراري هاودوا عندنا ب 2400 دابا كيرجعوا كيقولوا لنا ما رجعوش ما خرجتناش خصكم تدونا 3 درهم في الحبه على حساب المازو على حساب المازو راه كتكون الاربعه كنكون مسالي جوج فاجا 3 الاربعه يعني دابا تقريبا 3 وباقي ما كاين باقي ما كاين والو باقي حتى الاولاني باقي ما ساليتوش. السلام عليكم. يعني الدرويش قصحوا على هذا العام هذا باش نجيك من الاخر قصحوا علينا بزاف. الحاولي دابا كياكل اكثر من بنادم يا الحاولي دابا الحاولي دابا 75 درهم بحال اللي شاري له الطاكوس الخاو راه بزاف يعني هما خصهم يرخصوا باش حنايا نرخصوا مع بنادم فهمت. يعني الطاكو يعني الطاكو راه عادي ما ساوي تسام الطاكوس زي هذا الطاكوس مولاطه ديالو بريد ديالو وكل سام شخص على بحر اميغو سيدي قصعه يعني الحاولي كياكل دابا احسن من بنادم كيحسن كياكل احسن من بنادم علاش الحاولي بنادم شحال كياكل في النهار الخا اما مع بابا كياكل 40 درهم واذا تخسر على راسو يزيد 30 درهم 170 درهم والحاولي يزيدوا الحاولي كياكل 30 درهم ديال العلف في النهار 80 درهم ديال الفاصه راه 100 ولا الحاولي يساوي على بنادم الخا الحاولي احسن من بنادم او لا خايتي طواني اش عندك الخا الله يعدله من عنده ربي يعدله ربي يعدله من عنده الخا هو والعلف غالي واحد ناحيه الشا ما طاحتش بزاف هاد العام هذا بني ملال واحد الصد مخسر مازال شي عمر فيه الماء والترونسبور الترونسبور العام اخر كنا كنجيبوه ب 7000 درهم هاد العام هذا من يولو 400 7000 درهم فايج 7000 درهم فايج داك كاميون خاصه ماشي السلعه هذا الكاميون هاد العام هذا من يولو 400 من يولو 500 الدراري هاودوا عندنا من يولو 400 دابا كيرجعوا كيقولوا لنا ما رجعوش ما خرجتناش خصكم تدونا 3 درهم في الحبه على حساب المازوت على حساب المازوت الشا ما كايناش وكتجينا هنايا عاسينا كتشوف الخا شحال الثمن دابا مباكيه الثمن الجمله 70 درهم اخا 70 درهم كاس ديها ب 70 درهم عاد كتمشي ترزق فيها الله كيجيونا عندنا هنايا كيديوها بالجمله 70 درهم كيمشيو يترزقوا فيها الله العام اللي فات شحال كانت كتعمل؟ العام اللي فات بعناها 50 درهم 45 درهم 48 درهم العام اخر جبت 27 فايج كان عندي يعني والفايج شحال كيمشي فايج 780 750 810 يعني كيتسمى اربعة فايجات في النهار خمسة هاد العام هذا تينا كتشوف واحد هو فين هو بوبراني هو السوق انا كيكونوا عندي خمسة فايجات في النهار اربعة يا اخر عنده ثلاثة يا اخر عنده خمسة يا اخر عامين خير كيكون موجود هاد العام هذا تينا كتشوف الخا والله حضر السلامة والسلام مولين كاميون لصقاو كيخافوا يجيو من طنجة عاد زيد الصوائر زيد مول الارض زيد يعني هاد الارض دابا كارين هذا دابا كنخلصوا عليها ايوا غنسقسيك دابا هادشي هذا الخاوي اللي ما تمشى لك شي بقى يعني داز العيد وبقى لك تبن ايوا اللي بقى لي تبن كنكون شاريه ب 70 درهم كنهبطو فروسيه كيعطيونا فيها 30 درهم 35 درهم تينا كتربح درهم في بالا ولا بقى لك في العيد خصك تهبطو فروسيه وترغمهم وتزاوقهم باش يعطيوك فيها 35 درهم 40 درهم يفوتها لكش ترونسبور ترونسبورت اللي كيمشي ما كيبغيش يرجع حيت كيضرب ديك بياخي ما كيخرجوش ملي كيطلعوا كتعيط لك تقول له شارجي لي كيقول لك انا ما تسلكنيش هذيك الخدمه كتشري كتكون كطيح لك كت دابا طايحه علينا ب 69 درهم دابا ملي كيطلع الترونسبورت كيقول لك خصك تزيدني 3 درهم يعني 72 درهم تينا خصك تصبحها بعد عاود 73 درهم كيجي عندك يا اخر كيقول لك انا البارح بعتيها لي ب 70 درهم شي مشاكل في حالي تينا اللي كتزيد ها تينا فهمتيني هو ما كاينه والو حنا 70 درهم ديالنا دابا الدراري تا هما ما كتبغيش يتشارجي كتشوف تجي السوق يبقى وقع لك صداع مع بنادم يا اخر يقول لك اصاحبي تينا البارح بعتيها لي بقدا يا اخر كيقول لك الصباح بعتيها لي بقدا تينا هي 7 درهم ديالك والله يعدل من عنده خير امين يا رب دابا التمر كاين في بليملا في بلاصتو هذا الفلاح حتى هو مقهور من ناحيه الماء من ناحيه البوطه والغاز بيير وداك الشيء دابا السعر طالع من اللي غالي من الثمن من اللي ترونسبورت هو تزاد زاد الثلث زاد ترونسبورت الثلث دابا زادنا 5 درهم في الفرديوا ها ترونسبورت على العام الاول من 10 درهم 15 درهم دابا وصير وجديد وزيد وراك عارف
الموسم كنا انا كنت نجيب 30 فياج راه كداو 30 فياج فعلا كل عام. هذا عام شويه السلعه قليله ما خدمناش مزيان. الله عليكم السلام اخويا. خاودي لي غنسقسك على التبن واش كاينه شي زياده فيه ولا باقي الثمن هو؟ لا فيه زياده خاودي لي. التبن كنا كنجيبوها خاودي لي كنا كنجيبوها من بلاصتو خاودي لي ب 40 درهم خاودي لي. كنتو كتجيبو؟ من الزاكورة يعني من البلاد ديالهم فهمتي. كنا كنجيبوها ب 4000 اخاوة. دابا يا خاودي لي كنجيبوها ب 60 درهم خاودي لي. كنجيبوها انا كنبيعوها انايا ب 80 درهم خاودي لي. يعني تزاد علينا بزاف د الحوايج فهمتي اخاو. تزاد المازوط بزاف د الحوايج واش فهمت؟ يعني خاودي لي الغلا انا يرجع فهمتي اخاو. واش كاين شي راه واش دابا كاين شي بيع وشراء؟ الحمد لله بركة الله كاينه خاودي لي فهمت؟ يعني فاش شحال كنتي كتجيب تقريبا من فايج؟ كنا كنجيبو كل نهار والنهار ديالو فهمتي. النهار كنا كنشاطو جوج ثلاثه كل نهار والنهار ديالو فهمتي. دابا كنا دابا يعني جوج ثلاثه فياجات كنشاطو في النهار. دابا كتشاطو اخاو ديالي واحد كتشاطو وبالدرع فهمت. شايف اخاو ديالي كتشاطو واحد اخاو ديالي فهمتي. انا كتشوف اخاو ديالي فهمت. يعني بحال هاد الساعه هذيك خدي شعاطه فياج هذا ومشيت بحالي فهمت. يعني شمن ساعه مثلا كتكون مسالي؟ مسالي مره كتكون الاربعاء كنكون مسالي. مسالي جوج فياجات ثلاثه الاربعاء يعني دابا تقريبا ثلاثة وباقي ما كاين باقي ما كاين والو. باقي حتى الاولاني باقي ما ساليتوش واش فهمت. الله يعدل من عندك. امين الخاو ديالي. شكرا بزاف. الله يا خاي الله ينورك الخاو ديالي الله يعاونك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.